من مهرجان المؤسس نتابع ونستكمل معكم هذه الأشواط وشوطنا السادس والمخصص للقعدان اللقاية الفترة الصباحية. نتابع هذا الشوط ونتابع هذا الشوط وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول بيك اب للفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الأسماء المشاركة وهذا الشوط والأعداد المشاركة في هذا الشوط ما يقارب 50 اسم مشارك هنا في هذا الاندفاع والانطلاق والمنافسات القوية. نتابع وإياكم اللحظات لناخذ المراكز الأولى المتقدمة هناك في مقدمة الشوط. اللي في مقدمة الشوط نتابع هناك كمبلش لمود بمحمد بلويهي الجحافي على مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني في هذه اللحظات الباز لعلي بن سعيد بن شفيع الفهيدة المري، ولكن هنا التغيير من اللي أيضا تانا هناك الباسل لسعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي أيضا هنا مع المركز الأول ضيف من السلطنة. يا سلام من أهل الباطنة في عمان، هنا متواجد السعيدي بينما النقل على المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع مدلل لمحمد بن حسين بن محمد الجرحب. المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع المركز الثالث كفو لعبد الله بن جر الله بن علي النابت. هنا في هذه اللحظات ابن بخيت متواجد على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هناك الباز علي بن سعيد بن شفيع الفهيدة المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك صميدع، صميدع ايضا لعبد العزيز بن عبيد بن ناصر بن جمعان المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى. ارى اسماء قادمة في هذه اللحظات، هناك المتحد قادم في هذه اللحظات لحامد بن حمد بن سالم اللفجح المري، هنا ايضا متواجد، ولكن بن عود ايضا الى اهل سلطنة عمان، الى اهل سلطنة عمان على مقدمة الشوط. يا السلام يا السعيدي، السعيدي هنا مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط. هناك الباسل، الباسل سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي على المركز الأول مع الباسل على المقدمة مع صدارة هذا الشوط. يا سلام، الله يا هذا الانطلاق، بينما النقل على المركز الثاني. المركز الثاني كفو، وكفو قادم على المركز الأول يريد الصدارة. كفو هنا أيضا بشعار عبد الله بن جر الله البخيت هنا مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما النقل على المركز الثالث. المركز الثالث يا سلام، اول ندى، اول ندى المذخور لصالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المري. يا سلام عليك يا بن قبعان، متواجد هنا مع المركز الثالث، بينما النقل على المركز الرابع واول ندى المركز الرابع في هذه اللحظات الشقب لعبد الهادي بن حمد بن جابر الغفراني المري مع المركز الثاني. يا السلام في هذه اللحظات، بينما النقل على المركز الرابع. المركز الرابع هناك السعيدي ايضا مع الباس سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، بينما المركز الخامس الباز، الباز لعلي بن سعيد بن شفيع الفهيدة المري. يا سلام يا سلام يا هذا التنافس في هذا الشوط. نتابع واياكم ونتابع ونعود الى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، الله 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 على هذا الاداء الجميل هناك في مقدمة الشوط، ومع الشقب 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 على المركز الأول مع لوحة الكيلوين، الكيلوين الأخيرة. يا سلام على هذا الانطلاق، هناك الشقب لعبد الهادي بن حمد بن جابر الغفراني المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما ابن بخيت مع كفو، ابن بخيت مع كفو على المركز الثاني. هناك لعبد الله بن جار الله البخيت هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث مذخور، مذخور على المركز الثالث، أديروا بال من مذخور لصالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا المتحد، ولكن أرى هناك أيضا اسم قادم جديد في هذه اللحظات. المركز الثالث، شوفوا اللي تدخل في هذه اللحظات، متعب لمبخوت بن ناصر بن محمد الشنجل المري. يا سلام يا متعب على المركز الرابع. المركز الخامس،
المركز الخامس. يا سلام اللحظات لنتعرف على المركز الخامس، هناك قدوم جديد، يا سلام على اللي دخل في هذه اللحظات. تابع يلي بتتابع، هناك قدوم في هذه اللحظات من شاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم بن لفجح المري مع هذه اللحظات على المركز الخامس. شوفوا الكوكبة، شوفوا الأسماء، شوفوا متعب الشنجل، متعب أيضا غير على مقدمة الشوط هنا في هذه اللحظات، مبخوت بن ناصر بن محمد الشنجل وبأيضا قيادة هنا محمد بن ناصر الشنجل. من يتابع بينما المركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات شاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم اللفجح المري، يا سلام. بينما المركز الثالث أول ندى في هذه اللحظات من العابر سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت، بينما المركز الخامس هنا والرابع في هذه اللحظات كفو لعبد الله بن جار الله البخيت أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك شاهين أيضا باللفجح، ولكن نعود إلى المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا شاهين عبد الهادي بن حميدي بن سالم اللفجح، سلامي عليك يا باللفجح، سلامي عليك يا ابو سالم. الله 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 بهذا الانطلاق الجميل، ولكن يا سلام ارصدونا القادم، ارصدونا ايضا ادخان، ادخان قادم، ادخان قادم في هذه اللحظات يا باللفجح، ادخان بشعار صالح بن حمد. القمره 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 يا سلام يا سلام على المركز الثاني، ولكن شاهين 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 ادخان شاهين وادخان. اللحظات الاخيره، السياره السياره تتجول ما بين اثنين، شاهين ادخان يا سلام يا التنافس. الله يا ادخان السندباد القطري، يا سلام يا سلام بهذا الانطلاق ادخان، سلام لصالح بن حمد القمرة، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار ولمالك هذا الشعار وداعم هذا الشعار، تهانينا لصالح بن حمد القمرة على هذا الفوز في هذا الشوط، تهانينا وناموس المركز الثاني. وصل شاهين عبد الهادي بن حميدي بن سالم اللفجح المركز الثالث، أيضا وصلنا شاهين لسعد بن حمد بن سالم النابت المركز الرابع. المركز الرابع وصل كفول عبد الله بن جار الله البخيت المركز الخامس. المركز الخامس وصلنا مغادر لجابر بن راشد بن جابر بن مسعود المري. شاهدتوا معنا هذا الشوط، شاهدتوا التنافس، شاهدتوا ايضا اللحظات الاخيره. يا سلام يا سلام يا دخان انتزع سياره هذا الشوط وفاز في هذا الشوط وانتزع هذا الشوط. تشاهدون ادخان 7 دقائق 27 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا لصالح بن حمد القمرة على فوز ادخان بسيارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني شاهين ما قصر، شاهين ايضا من وصل على المركز الثاني 7 دقائق 29 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك شاهين عبد الهادي بن حميدي بن سالم اللفجح المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلنا شاهين لسعد بن حمد بن سالم النابت، توقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية 7 أجزاء من الثانية. مشكور يا مخرجنا العزيز علي بوشارب وبن خزينة، أيضا الشكر لكم جميعا والشكر لطاقم